ملايين الجزائريين حرموا من خدمة الإنترنت لمدة 5 أيام، وهي مدة اجتياز شهادة البكالوريا، إجراء لجأت إليه الدولة للعام الخامس على التوالي بداعي مجابهة الغش. القطع الشامل والتام لشبكة الإنترنت بكل أنواعها لما يقارب 10 ساعات في اليوم أثر على كل القطاعات بما فيها الاقتصادية. في خلال هذه 5 أيام إجراء امتحانات البكالوريا، المؤسسات الخسائر التي ستتكبدها سواء العمومية أو الخاصة هي مقدرة بحوالي 400 مليون دولار، وهو يعني مبلغ كبير، خاصة إذا أدركنا أن هناك شركات استراتيجية معنية بهذا الأمر على غرار الشركات البترولية وشركات الاتصال وشركات الطلبيات الأدوية. تناقض بين قطع شبكة الإنترنت وقرار الحكومة اللجوء إلى مخطط تحديث كل القطاعات هو رأي البعض، خاصة منهم أصحاب المؤسسات المتضررة التي لن تنال أي تعويض مادي، أمر جعل هذه الأخيرة تجتمع لتوجه احتجاجها ومطالبها إلى الجهات المسؤولة. تقديم مجموعة من التوصيات، مجموعة من الاقتراحات للسلطات العمومية، منها وزارة البريد والاتصالات وأيضا وزارة التربية من خلال لجنة العلاقة بين المؤسسات والجامعات والمنظومة التربوية، لكي الكل مع بعض نجد حلول. من جهته يرى المواطن أنه يدفع ثمن خدمة متوقفة دون تعويضه عن ساعات الحرمان منها. كاين اللي يقول لك شو يسحقها، كاين اللي يحب يكوليكتي بها، كاين اللي يحب كيما نقول واحد كيروح للبوسطة يخرج ضاعم، يحب من هذه. أنا بول موا لازم يبوسيو لهم. كون حاجة نتاع باطل نقول معليش، قراتوي هذه قراتوي نحوها ما خرجتش عليهم. لكن السلام يخلصوا. فترة امتحانات البكالوريا أصبحت منذ عدة سنوات عنوانا لمعاناة وغضب شديد ينتاب نحو 35 مليون مشترك في شبكة الإنترنت الجزائرية. مطالب كثيرة ومقترحات تسلمتها وزارة التربية هذه الفترة، خاصة من الشركاء الاقتصاديين، من بينها تزويد كل مركز امتحان بجهاز تشويش، خطوة قد تحمي نزاهة شهادة البكالوريا من جهة، ومن جهة أخرى اقتصاد البلاد. نهد زرواطي، سكاي نيوز عربية، الجزائر.